في ضربات متزامنه بتجمع وزاره الداخليه مع الرقابه الاداريه. يعني الرقابه الاداريه بتنسق مع الداخليه علشان موضوع خطير جدا جدا، الحمد لله نجحوا فيه النهارده. ايه؟ اكتشف التحريات والمعلومات ان هناك عصابه تمثل شبكه من القائمين على اصطياد الشباب والتغرير بيهم من خلال تسفيرهم كهجره غير شرعيه الى اوروبا. اثنين، محاوله التقاط مجموعه افارقه او غير مصريين وتسفيرهم ايضا من مصر بشكل غير قانوني. طبعا مصر عندها مواثيق دوليه موقعه عليها وعندها اتفاقات دوليه وعندها امن قومي. بتحاول ان هي الحمد لله على مدار سنتين وشويه ما فيش واحد عدى الحدود المصريه، لذلك كانت الرقابه الاداريه بالتنسيق مع الداخليه والنيابه العامه المصريه وصلوا الى 71 شخص بيمثل كل شخص دائره من دوائر الفساد في مجال تسفير الهجره غير الشرعيه للخارج. 71 متهم. دول كانوا بيسفروا الشباب ل 14 دوله، عندهم اتفاقات مع 14 دوله، يعني مع المافيات اللي هناك في 14 دوله. 300 فرد من القوه من الداخليه ومن الرقابه الاداريه داهموا اوكار هؤلاء وتم القبض عليهم بعد استئذان ومشاركه النيابه العامه. الكلام ده ايه؟ اللي موجود قدامنا ده ايه؟ لقوا مع الناس دي، الناس دي ملهاش علاقه بقى، ما تقوليش بقى اخوان وتقول لي بقى سلفيين وتقول لي لا لا انسى، دول مافيا. دول مافيا مختلفه بيستخدم فيها كل حاجه. بيستخدم فيها اختام مزوره باسم الدوله، باسم جهات حكوميه، باسم القضاء، عنده اختام. عنده كومه اختام، عنده دسة اختام، اختام لكل شيء. بيعمل ايه؟ بيضرب ورق لجوء سياسي مثلا، بيضرب ورق احكام قضائيه بالاعدام عشان اللي يصفروا يقول له خد الورقه دي معاك، اول ما توصل للحدود الايطاليه اديهم الورقه دي يقول لهم انا محكوم عليا بالاعدام وهربت، عشان يديله ايه؟ لجوء سياسي. الورق ده مضروب، يعني واحد يطلع بره يقول لهم انا محكوم عليا بالاعدام او انا عندي تعذيب من خلال ورق مضروب هم مجهزينه له، يطلع بره عشان ياخد حق اللجوء السياسي. فين؟ في مصر. مين بيدير؟ 71 واحد تم القبض عليهم جميعا بمعرفه مين؟ الرقابه الاداريه ورجال الشرطه والنيابه العامه المصريه في واحده من اكبر الضربات المصريه اللي بتواجه الهجره غير الشرعيه، اللي كانت كل دول العالم واقفه عاجزه امام كيف تواجه هذه الظاهره.